علشان نطمن على الفريق بشكل اكبر وبالتحديد بعد مران وصباح اليوم نروح سريعا لزميلنا مراسل قناه الاهلي شريف شعبان. يا شريف مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا زميل امير وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اخبارك يا شريف كله تمام؟ تمام يا متالق حبيبي. طيب عايزين نطمن على الفريق يا شريف النهارده استعداداته لمباراه جيما، الامور ماشيه ازاي، عوده المصابين، القايمه، قول لنا كل الكواليس وكل الامور الخاصه بفريق النادي الاهلي النهارده بالتحديد بعد مران اليوم. خليني اقول لك ان الاهلي تدرب في 9 صباحا استعدادا للسفر لجيما الاثيوبي يوم الاحد المقبل باذن الله. يمكن كان في اجتماع في ارض الملعب بالجهاز الفني طبعا بقياده الكابتن محمد يوسف مع اللاعبين حوالي 7 أو 8 دقائق اتكلم فيها عن التركيز ثم التركيز. المباراه لسه يا جماعه ما انتهتش، المباراه لسه في الملعب 2-0 مش نهايه الكون، الماتش وارد جدا يقلب علينا في اي وقت، لازم نركز، لازم ناخد الامور بجديه، لازم نخلص المباراه من اول ربع ساعه يبقى حاطين هدف نصعب الموضوع على جيما الاثيوبي، لازم يبقى فيه باذن الله طبعا الفوز هناك، ما نستهونش خالص بالخصم. يمكن كان اجتماع او محاضره كده فنيه سريعه يمكن كان ليها اثر ايجابي جدا على اللاعبين. يمكن التدريبات بدات تدريبه بدنيه مع الكابتن حسين عبد الدايم ثم تدريبات الكره، يمكن هو عمل تقسيمه كبيره النهارده، يمكن الاقرب بالتشكيل من اللي كان بيجربه النهارده شريف اكرامي، كوليبالي، هاني، كريم نيدفيد في اليمين، ايمن اشرف في الشمال، السوليه وهشام محمد، ديفندرين امامه، ناصر ماهر، مروان محسن، محمد شريف، حمودي، وجرب شويه ميدو جابر. يمكن معلول بيعلن جاهزيته بكل قوه، احمد فتحي بيعلن جاهزيته بكل قوه، ولكن انا ما اتكلمت مع الكابتن محمد يوسف مش هيفضل طبعا يدافع بيهم خوفا عليهم راجعين من اصابه طويله جدا، هيبقى مشاركتهم من بدايه اللقاء امر في منتهى الصعوبه حرصا على سلامه اللاعبين. خليني اقول لك البرنامج التاهيلي للاعب الانجولي مستمر على اعلى مستوى، تحط له برنامج تاهيلي، شارك في جزء من تدريب التقسيمه او تدريب الكره. يمكن انا بقول لك يعني لمسات الكره بتاعته بتبين ان هو لعيب كويس، هيبقى اضافه كبيره للنادي الاهلي. على جانب الاخر الكابتن طارق سليمان، تدريب الحراس المرمى شريف اكرامي، الشناوي، على لطفي، منافسه شرسه ومنافسه قويه على اللي هيحجز بطاقه او اللي هيلعب هيكون ضمن التشكيله، يمكن الاقرب شريف شويه ولكن التنافس شريف، تمرينه قويه جدا، الثلاثه بيعلنوا جاهزيتهم للمباراه. خليني اقول لك التأهيل المستمر لمحمد نجيب، لصلاح محسن، لربيعه، لسعد سمير. يمكن نجيب خلاص نتكلم في اقل من اسبوع باذن الله ويكون موجود في الملعب، صلاح محسن مش اقل من 3 أسابيع وممكن اسبوعين او فوق الاسبوعين بشويه، يمكن ربيعه برده حوالي 3 أسابيع او اقل شويه، سعد سمير بنتكلم هيعمل اشاعه بعد لما يرجعوا من اثيوبيا وهيكون برده مش هيقل عن اسبوعين. يمكن القائمه كابتن محمد يوسف اعلن 19 لاعب هيسافروا النهارده الساعه 10 مساء. يمكن في حراسة المرمى شريف اكرامي، الشناوي، علي لطفي، احمد فتحي، علي معلول، محمد هاني، ايمن اشرف، كوليبالي، حسام عاشور، اسلام محارب، هشام محمد، كريم نيدفيد، حمودي، السوليه، ناصر ماهر، ميدو، محمد شريف، مروان محسن، زارو. يمكن النهارده ما شاركش في التمرين هشام محمد للاجهاد ولكن شارك في جزء البدني بس واكتفى بتدريبات الجيم، ولكن الدكتور اطمني قال لي هشام جاهز بكل قوه لاداء المباراه يوم الاحد المقبل. دعواتنا ودعوات كل المصريين بتاهل النادي الاهلي وبالفوز في اثيوبيا. زميل امير اتفضل. يا رب. شكرا يا شريف، شكرا جزيلا طبعا على هذه المداخله القائمه.